أي عليكم جميعا. السلام ورحمة الله. اسمك الكريم سمحت. الفتح محمد ناصر. مرحبا بكم. الآن شفنا وفود من منطقة حبر أليس كذلك؟ نعم. أول يوم جاء المشروع مشروع الجميع. نعم. وعليكم التواري تشجيع حتى تشجيع. حتى على كل مواطن. ايوه على كل مواطن المشروع. شوف الرجال جاي من داخل صنعاء، ترك اولاده، ترك اهله، ترك عمله من اجل وصابه ولاصحابه وصاب. اذا اين اصحاب حبر؟ وهذا من بني الحبشي. اول انت اصحاب حبر. كمل ما عندك، خاف ما بدخلك. عبر عن شعورك. متكاسلين فعلا متكاسلين. لماذا لا؟ ما وجدنا ولا وجدنا منهم اي تفاعل. اين شيخكم؟ اين عاقلكم؟ اين تجاركم؟ اين مواطنكم؟ لم نراهم حتى الا انت اللي ما قول زاير. يجب على الجميع، يجب على الجميع، وانا ادعو كافه ابناء حبر من تجار ومواطنين الى التفاعل من اجل المشروع. ما بالك جحنا 300 يوم ليل ونهار. اليوم والله ان الساعه 5 الصباح، اعذرني يا اخي الكريم، والله ان الساعه 5 وراجل مقاطع حق امس. خمسه مع الاذان وبعد الاذان والله. فعلا 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 يا اخ محمد، والله انك نبراس مضيء في هذا المجتمع. الله يكتب اجرك يا عمار. ويكتب الله اجرك ان شاء الله. رساله حبر مع شيخنا يعني. وصلت. اصحاب حبر كلهم. جزاك الله خير وبارك الله فيك. اذا ماذا نقول للتجار والناس؟ شوف اصحاب غيث انا اصبحوا الان رفعوا راسه وصفوا. تفاعلوا، رحبوا، قدموا، ساهموا. التجار والمستفيدين، نحث التجار والمستفيدين من حبر وبين الحبيشي والسيف